خلال العصر العباسي تعرضت الخلافة الإسلامية لعدد من الفتن التي تسببت في قدوم الروم على غزو البلدان الإسلامية، حتى جاءت استغاثة كان لها تأثير في تحرك جيوش الخليفة. فارس شجاع من أقوى خلفاء بني العباس وأشهرهم، لقب بالمثمن وله مع رقم 8 قصص وروايات. إنه الخليفة المعتصم بالله في مشهد فتح مدينة عامورية. هو محمد أبو إسحاق المعتصم بالله ابن الخليفة هارون الرشيد، كان ذا شجاعة وقوة وهمة عالية. كان المعتصم بالله من أشجع فرسان وخلفاء بني العباس. كيف جاءت نشأته على الفرسية؟ هو الدولة العباسية عموما كان معظم اللي قاموا بيها كانوا فرسان ومقاتلين شجعان، ولكن عموما لأنهم ليسوا معصومين، لهم مسالبهم ولهم مزاياهم. المعتصم نشأ أصلا لأن هارون الرشيد أبوه كان يغزو كل عام، عنده غزو عام وعام آخر يعني يهتم بالشؤون الداخلية لإنجازاته، وبالتالي وتربى في بيئة فروسية، وهو كان أصلا يعني يحب أعمال الجيش، وكان يستعرض أحيانا درجة مثلا يجيب الحديد يعرضه على الناس مين يعرف يتنيه، وهو يقعد يتنيه بإيده جدا مرة واثنين كمان. فكان دليل القوة، وهذه القوة كانت مطلوبة لأن ابتدت في الدولة العباسية لما ترامت أطرافها فتن، واستعانوا بقى بخبرات غير العرب. لما تدخلت هذه عناصر خارجية، العناصر المختلفة جعلت في ظاهرها الخارجي أنها قوية، وفي الداخل في تناحر قوي جدا، زي ما يكون سوسة كده جوه ثمرة من الفاكهة شكلها في الخارج جميلة وجواها سوسة بتنخل. كانت شهرته في الحرب، كان اشتهر بالفروسيه، اشتهر بالفروسيه واشتهر بالحرب، وكان ثامن الخلفاء الراشدين، ورقم 8 له معه طرائف كثيره، رقم 8 له قصص معه. هو رقم 8 في الخلفاء، وكان والأولاد. له 8 اولاد و8 بنين، وحكمه 8 سنوات و8 شهور و8 ايام. كان للمعتصم حكايات كبيره مع رقم 8. ايوه نعم، هو يقال إنه هو لأنه أنجب 8 بنات و8 أولاد، وعهده 8 سنوات، ومدة حكمه 8 سنين، ومات عنده 48 سنة. فكلمة يعني 8 متكررة كتيرة في سيرته. استجاب ملك الروم لاستغاثة بابك وجهز جيشا وسار به إلى بلاد الإسلام، فهاجم المدن والقرى يقتل ويأسر، وكان المسلمون في سائر الأمصار قد ضجوا واستغاثوا بالمساجد والديار. جاءت استغاثة المسلمين وخاصة النساء للمعتصم بعد الفتن التي دخل على إثرياء الروم إلى البلاد الإسلامية والعربية. هو سبب أن الروم تجرأوا أن في حركة داخلية قام بها بعض القوات الجيوش على المعتصم، مستعان بالبيزنطيين على رسيم بابك. فأراد بابك الخرامي أن يخفف الضغط عليه من الخلافة، فأرسل رسالة إلى إمبراطور الروم البيزنطيين في هذا الوقت الإمبراطور ثيوفيل، يقول له فيها عليك أن تهاجم الدولة العباسية. من هذه الفتنة يحرض الروم على دخول على الدولة دخول العباسية. بل إنه مزيدا من التحريض قال له إنك لو ذهبت إلى قصر المعتصم لما وجدت فردا على باب قصره يمنعك، فقد أرسل لي طباخه وحرسه الخاص. واستعان بقى بالبيزنطيين، فلما استعان بالبيزنطيين دخلوا على بعض البلاد خربوا. وأسروا آلاف النساء وخربوهم، حتى إن وصلت للمعتصم صرخة إحدى النساء ومعتصمة. فهب لهذه الصرخة لعله أن ينتصر، لأن احنا عارفين إن العرب عندهم نزعة العرض الحمية. والحمية موجودة فيهم أصلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام عززها بالمحافظة عن العرض. وقد نقل أحد التجار الذين فروا من هذه المدينة هذه الاستغاثة إلى المعتصم. نعم. وكان جالسا على أريكته في قصره، فقام من فوره وقال لبيك يا أماه، والله لن يغمض لي جفن حتى أثأر لك. وهنا جهز جيوش لم تجهز من قبل. طبعا ده هو
قام بإقطاع ضياعه إلى ثلاث: ثلث لأبنائه، وثلث لله تعالى، وثلث للحرب ولتجهيز الحرب. سقطت عمورية بعد حصار دام لأكثر من 50 يوماً لتبقى من أهم المعارك الإسلامية التي استخدمت فيها أدوات الحصار الضخمة والكبيرة والمجانيق والسلالم والأبراج على اختلاف أشكالها وأنواعها. جهز جيوش لم تعد من قبل وتحرك لهذه الاستغاثة وتوجه نحو أحصن مدن الروم. نعم، مدينة عمورية كانت أحصن مدن الروم لأنها كانت مكونة من حصون كثيرة حول حصن جامد. هي مدينة عمورية دلوقتي يعني تعتبر جنوب غرب أنقرة في تركيا. نعم. وكانت هي في الفترة دي منطقة تسمى آسيا الصغرى، واللي هي منطقة الأناضول عموما. نعم. وهي المنطقة دي مكانها فيها مرتفعات، فكانوا ساعات يعملوا المدن بتاعتهم على شيء مرتفع عشان يبقى مسيطر على عدوه من أسفل. فهو لما أراد أن هو يذل الروم فقال إيه أحسن مدنهم؟ قالوا عمورية، فتوجه إليها بجيش قرابة 200,000 وقيل 500,000، يعني أعداد جيش جرار. وكان في مقدمة قادته القائد يسمى الأفشين. نعم. هو الذي التقى بالإمبراطور البيزنطي في أول الأمر، ظناً من الإمبراطور أنه يقوم بلقاء الجيوش الإسلامية فرقة فرقة فيقضي عليهم، إلا أن الأفشين قام بهزيمة الجيش البيزنطي وتشريد معظم جنوده، فأرسل الإمبراطور إلى المعتصم يطلب منه الصلح. نعم. ويقول له أنه سيعتذر ويعيد تعمير مدينة زيباترا التي خربها. وهنا الروم طلبوا الصلح ورفض الصلح. وهو رفض الصلح. حتى جاءه بعد كده ملك الروم ويعني يسير ذليل عنده. مع فتح عمورية كان يرغب المعتصم في استكمال الفتوحات والاتجاه نحو العاصمة البيزنطية، لكن حدثت فتن في الداخل أدت إلى وقف هذا الفتح. ما هي دي كلمة السوسة اللي قلت لك عليها، إن السوسة الداخلية دي والضعف الداخلي ده وكثرة الحركات الانفصالية في داخل الدولة جعلت المعتصم لا يستطيع أنه يمكث بعيد عن قلب الدولة مدة طويلة. فلما استقر له النصر طمع أنه يعني يستمر ليقضي على الروم قضاء مبرم في أوروبا كلها، ولكنه لم يستطع أن يكمل ذلك بسبب هذه القلاقل التي اضطرته أن يعود مرة أخرى. أراد المعتصم أن يستفيد من هذه الحشود وهذا الحشد المعنوي والطاقة المعنوية ليصل إلى القسطنطينية ويقوم بفتحها، وبالفعل بدأ يستعد لذلك، لولا أن قامت بعض الفتن في الدولة الإسلامية أجبرته على العودة إلى الداخل، وعقد صلحا مع الإمبراطور البيزنطي، ولم تتح له الفرصة لمواصلة الفتوح، فقد توفى هو الإمبراطور في عام واحد وترك الأمر لمن يأتي بعدهم. لكن شهد عصر وعهد المعتصم الكثير من الإنجازات والاهتمام بالزراعة والإنشاءات والمباني رغم الفتن. لا شك، لأن هي اللي بيزرع الأرض ما لوش دخل بالحروب والسياسة. نعم. واللي بيتاجر ما لوش دخل بالسياسة، ومدارس العلم والأشياء دي والأسواق ما لهاش دخل بالسياسة. فكانت هذه الأماكن كلها عامرة بما يعني لها من رصيد قبل ذلك. نعم. فكانت الدولة عامرة بالعلم والعلماء والمهندسين والمبتكرين، حتى أنه كانوا يبتكروا العلوم في هذه العصر. وفي نفس الوقت كان هناك فتن على مستوى السياسي، فالفتن اللي على مستوى السياسي قد لا تنعكس في الحياة المدنية قوي بين الناس. وأقمت للمدن منها مدينة سرة من رأى. أيوة سرة من رأى هو اللي بناها أصلا. نعم. هو كان يميل لعمارة البلاد وبيحاول بقدر الإمكان يعني يصحح ما فسد على قدر طاقته. هكذا فتح المسلمون مدينة عمورية، وكان من أهداف المعتصم أن يستمر في الجهاد حتى يفتح مدينة وعاصمة الروم بيزنطة، لولا حدوث الفتن في الداخل ليخلده التاريخ الإسلامي الخليفة الذي قام بنجدة المسلمين والدفاع عن الإسلام.